مساء الخير اخواني وحبايبي المتابعين، الله يعطيكم العافيه واسعد الله مساءكم. بدايه حبايبي خلينا نصلي على النبي، خلينا نبدا يومنا بالصلاه على النبي. واليوم راح نبلش فقره جديده ان شاء الله تنبسطوا فيها. ان شاء الله راح اطلع من 20 ل 15 حبه، هذول ان شاء الله راح نبلش تقواي فيهم على الغيه. تقواي يعني ان شاء الله راح نطلعهم شغل انه نخليهم نعتمد عليهم باي وقت، 20 25 15 حسب اللي بدي افرزه. هسه بفرزهن وبفرجيكم اياهم. طبعا هنا الميه النافوره كانت شغاله والحمام كانت تتحمم، حبستها هسه الحمام، لازم افضي السطح هذا عشان اذا بدي ابلش اوعي حمام صح لازم السطح هذا يكون مخفي ولا طير عليه. طبعا حبست الحمام كنت مطيرها وزهقت منها تطير وخلصت وحبستها، تمام. فعشان ابلش اشتغل صح لازم اهم اشي في الموضوع، اهم مرحلة تكون انه ما فيش ولا طير على السطح هان، عشان الطير مثلا ما يجيش يريح من هناك هان، تمام. وبالاساس انه يعرف انه هذا مش سطحه، صح نفس السطح بس انا محطي مش هان، محطي هناك، اطير الف في الدنيا كلها ما احط هان احط هناك، ما اريح هان اريح هناك، ما انزل هان انزل هناك، هيك الفكرة حتكون. خليكم معنا. طبعا يا اخوان انا اصلا فارز حبتين هسه حاليا، فارز حبتين هاي يمه رباش وفرخ مزهور. رباش هذا اللي بحكوا له جاي فيه لطشه، في ناس بقول له زرباش، بعرفش انا، بس بالنسبه لي انه انا بالنسبه لي رباش، تمام. راح نشوف هسه نفقد مع بعض. يعني مبدئيا راح نطلع احنا عندنا اسطنبولي هذا يعني منيح عشان افرجيكم اياهم. الشخاش اللي عندي اسود وازرق واحمر واصفر راح يطلعوا، ازرق اسود احمر اصفر راح يطلعوا. ركز معي، في نوري احمر راح يطلع، وفي مزهور راح يطلع، وفي التكلج هذا راح يطلع كمان مع انه هذا بقطع بس راح اطلعه بس مش هسه. والارباش الاحمر هذا راح يطلع، والاسطنبولي هذا راح يطلع، والبقدونسي هذا راح يطلع، وايش كمان من الخشة هاي انا قاعد بقول له، تمام. ممكن النوري والبلوني الاحمر، البلوني الاحمر طالع، النوري ممكن، تمام. عشان تعرفوا انا ايش قلت لكم، المزهور هذا قوي بس ما راح اطلعه، الارباش هذا راح يطلع، والنوري هذا راح يطلع، والنوري هذا راح يطلع، و اللهم صل على سيدنا محمد، الطبشيري هذا راح يطلع، والطبشيري هذا راح يطلع، والبربريسي هذا راح يطلع، التكلجي ممكن اطلعه، التكلجي ممكن اطلعه، والمكاوي راح يطلع الاصفر، وهذا ممكن اطلعه اليهودي اللي بذنب، ممكن اطلعه كمان ان شاء الله. بس يعني انت بتحكي عن والدج الاصفر هذا راح اطلعه كمان. فانت بتحكي عن حركه 20، ما بعرف يعني مش اقل من 15 طير، انا ما بعرف لسه هم قديش بس مش اقل من 15 طير. خليني افرزهم هسه اطلع لكم اياهم على الارض وتشوفوهم، بعديها بصير خير. خليكم معنا. طبعا يا اخوان طلعت 20 حبه، الله يخزيكم كبيتوا المي، طلعنا 20 حبه، تمام. 20 حبه مناح، منهم يعني 90% خلينا نحكي مش واثق فيه بس راح نطلعه، تمام. شخشلي ازرق، شخشلي اصفر، شخشلي احمر، شخشلي اسود، كانه في وين الاسود؟ طلعته الاسود انا، وينه؟ هي الاسود، وفي عندك بقدونسي واسطنبولي، تمام. بقدونسي ازرق، اسطنبولي احمر، واسطنبولي ازرق، بربريسي اسود طلعت كمان او بني اسود، وثلاث نوريات، نوري قراقطة ونوري أحمر، تمام. وطبشيري أصفر، طبشيري أسود، ونوري أسود، ونوري أزرق أحلى سلبني جاي بجنن. طبعا أرباشات مطلع اثنين، واحد أحمر واحد أسود، ومطلع نوري قراقطة قلت لكم، والدجي والمزهور الأصفر الأسود والمزهور الأحمر. الأصفر مات عندي والله هاني يا إخوان، ما بعرف كيف مات، طلعت بدي أحبس الحمام لقيته هيك برافص وقاعد بنازع مع إني مطعميه ومأكله، وكنت مطيره يعني بنفس اليوم هذا بس مناش نصيب. طيب هسه احنا راح نفتح البرداي، انا عندي مشكله عشان تكونوا عارفين، هاي انكسرت لازم اغيرها الماسوره لانها انطقت من كتر السحب والفتح وزي هيك، فلازم اشوف اشي اجمد منها ان شاء الله، بس مش هسه راح اسلك حالي فيها تسليك لانه هي باي لحظه ممكن اصلا تنكسر وابطل اصلا اقدر احبس الحمام هاي. بس بالحاله هاي انه احنا مطلعين حمام يعني ان شاء الله فيش منها خوف، ان شاء الله يكون فيش منها خوف، ما فيش اشي يقطع فوق، اذا قطع اشي فوق وانطحن عليه وارد جدا انه ينصاد عشان تكونوا عارفين. بس خليني بس اضبط الوضع، افتح البرداي وارجع لكم. فزت كلها.
عطلعتي من الغرفة فزت كلها، هيا 20 حبة يا ابو سميح مطير. نجربهم بابو سميح، يلا طلع ما شاء الله بلاد الحمام زي ما بدك وزيادة. الاسطنبول البقدونسي هذا والله ماله هيك مأخر الحمام بدريش عنه. شوف عادي اول لفة حلو هيك يعطونا هيك منيح كويس، بس بدريش اذا في اشي فز وانا بفتح البرداي وطلع بالعالي ما بعرف لاني طولت وانا بفتح فيها الستارة. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20، لا هم 20 حبة ما شاء الله اشي محترم، بس اول لفة لهم هاي. بس لو ابو سميح يشد احمامه شوي وانا اشد على هدول وانا بتوقع اصلا انه حطت اول ما يشوفني بطير، لانه ايش حيقول لك هاي حمام الغية، حيقول لك هاي حمام الغية اكيد، يقول لك بلاش اخلط له احطط له اشي او اخرب له اياها، فبتوقعش انه يضل مطير. شوف ما شاء الله النمر الاسود والله فيه تعب، مش فيه تعب، الطير مش شاد حيله زمان الحمام مش مطيرها، ديروا بالكم. هذول راح نعطيهم خشه لحالهم، احفظوهم. النمر يحط، تعال تعال حط حبيب قلبي يا ابو النمريات، يعني بصراحه نوري جميل جدا عشان تكونوا عارفين. طلعوه، طبعا هيك تبدا التقواي، شوف هيك بتبدا التقواي عشان تكون عارف. اللي ممكن تيجي تقول لي ابو يوسف حمامك اكلت لفتين وحطت، طبيعي يا حبيبي انت بدك تكوي جديد، انت بدك تتعامل اضقع مع اضقع من الفرخ، الفرخ بتكونه على ايدك، هذا لسه بدك تعرفه على طبعك وتبلش تطحن عليه وتلينه يعني انسى وضعك لوز. طبعا ال 20 حمامه هدول يا اخوان هينا احنا اول يوم لهم، تمام اول يوم لهم، راقبوهم ان شاء الله لقدام شوي بتشوفهم. شوف هاي هذا الدج كان فاسد، عادي ما في مشكلة، الطير زمان مش طاير، طبيعي يعمل هيك، تمام؟ راقبوهم منيح بتعرف. طبعا هنا هاي ابو سميح والله لسه مطير يا معلمين، هاي جاره مطير، هذا جاره انا وياه صيد. اخ لو القطك بس، تمام؟ هاي كمان في نوري قراقطة نسيت اقول لكم، هاي يما ما شاء الله ال 20 حمامة هذول يا اخوان راح احط 10 هون و10 هون، هذول مش راح يطلعوا غير كل يوم الصبح زي هيك ان شاء الله اذا فضيت لهم. طبعا هسه احنا مش الصبح عشان تكونوا عارفين، يعني احنا الساعه 2 الظهر، تمام. هذول مش راح يطلعوا غير بالتوقيت هذا، يعني ما بعد الساعه 11، ما بعد الساعه 11 يعني حيطلعوا ال 20 حمامه هذول ان شاء الله كل يوم. الحمام الثانيه مثلا خلص يعني هاي حتاخذ موعد، كيف حناخذ نعطيها موعد؟ يعني هسه بنطيرها، بنزهق من تطيرها، بنشبحها وبنحبسها وما بتطلع غير ايمتى؟ بكره، هي موعد معاهم، احفظوهم الحمامات، وارد اشيل منهم اشي، وارد احط عليهم اشي، ركز معي منيح، وارد اشيل منهم اشي، وارد احط عليهم اشي، يعني ممكن ازيد عليهم تنتين، ممكن اشيل تنتين واحط تنتين، يعني ممكن اشيل طيرين واحط طيرين، فهمت علي كيف الفكرة؟ لاني لسه انا قاعد بقرا مخ الطير مش عارف. طبعا فيها قويه لسه، في كم من حبه مش قويه، في كم من حبه بيقطعن عندي هان انا حاطهن ما طلعتهن لانه بديش اياهم يقطعوا، والحمام اصلا مش فاهمه اشي. في عندي تكلجي زقرت، وفي عندي ارباش زقرت، في عندي نوري بواز زقرت، يعني حبات بصراحه اشي لو طلعن بالعالي خلص قطع الراهن، فانا بديش اشتغل عليهن هيك، بدي اشتغل عليهن من مبدا اللي هو اللهم صل عليك يا نبي، مبدا انه الحمام تضلها حوالي مبدئيا، بدي اتعامل معها بهداوه وليونه، بديش اتعامل معها بالخاوه بس. شوف هيك هسه بنعطيها ابو نص ساعه تلعب وبرجع لكم. طبعا هون يا صديقي العزيز الحمام قاعده ايش؟ تلعب تتنشر، الدنيا شمست عليها لانه احنا عندنا غيوم بس فيش هواء الحمد لله، الهواء خفيف بسيط جدا، تمام؟ فايش انا هسه مبسوط معهم بيلعبوا هيك بتنشروا، حتى اذا لو يعني الشمس هاي تضلها، يا ريت تضلها نص ساعه، نص ساعه بس او ساعه، بحط لهم هسه سطل مي يتحمموا هنا في نص الرفصه هاي هيك، يتحمموا يتنشروا ويقعدوا يلعبوا. بس هسه احنا الجو مش مساعد انك تخلي طير يتحمم صراحه، لانه الشمسات هاي يعني هسه 3 4 دقائق بتروح، لانه غيوم، الغيوم بتمشي فحسب المنطقه اللي انت فيها بتشمس سبحان الله، او حسب الفراغات اللي في الغيوم. بس احنا ايش هينا هيك بنطلعهم يتنشروا ويلعبوا، انا صار لي تقريبا صار لي بجوز 10 دقائق تاركهم على الرفصه زي هيك انا، تمام. هسه بسيبهم ينزلوا هان على السطح يلعبوا، انا يعني حسيبهم اليوم تقريبا، شوف ركز معي شو راح اعمل اليوم، تقريبا راح اتركهم دشر اليوم. تعي 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 تعي، طبعا مجوحهم عشان تكونوا عارفين،
تقريبا حسيبهم دشر زي هيك، يحرك حاله يطلع وينزل لانه موعده هذا حيصير من هنا ورايح، موعده هذا. وارد يضيع شيء، طبعا طبيعي جدا ممكن يضيع شيء. وارد ينصاد شيء، طبيعي جدا ممكن ينصاد منهن ستة، هم 20 ممكن ينصاد منهن ستة. بس انت بتشتغل هسه بالاصول معهم، انت بتعمل اللي عليك والباقي عربنا. هسه كل مربي قوي بالحمام بنصاد له طير مش مشكلته مش غلطته، الا في بعض الحالات، تمام ركز معي، الا في بعض الحالات طير اصلا مخه مش نظيف، طير اصلا مش متعود على الكش، طير اصلا مش قوي، هذا وارد ينصاد، تمام. بس انت الطير القوي واللي منيح واللي مخه نظيف واللي مخه شرس وعارف حاله من وين طلع وعارف من وين نزل، بتستجيب مع الكشيش، بيستجيب مع الكشيش، الكشيش بيعمل اللي عليه مع الطير والباقي على الطير. ركز معي، يعني انا عملت اللي علي معك، انا عملت اللي علي اللي لازم اعمله معك كطير، انت لازم الباقي عليك. هسه الباقي عليك، اذا انك مخك قوي، اذا انك زقرت، اذا انك منيح، اذا انك ايش عاطل، كل هذا بيرجع لك. فانت بتعمل اللي عليك مع الطير، تع 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 اطلع لتحت، بديش ولا طير تحت، انا بدي اياهم على الرفصه تحت، انتوا حافظين تحت، انا بدي اياكم فوق تحرفظوا الشكل من فوق. تطلع تنقز عادي، شوف حمام الطير، الحمام هاي اللي بتروح عزينكو هيك عادي ترحل، طلع ركز معي، عادي ترحل عزينكو هناك، هاي الارباش شوف وين كان، عادي ترحل هناك تروح وتيجي. هذا كليته له للطير بالنسبه له ايش؟ امان، بالنسبه له علام. يعني الطير في عز السماء، عز السماء لما يكون طاير اول ما يكشف الرفصه هاي، هاي الرفصه افضل علام لها. واحد من الشباب قال لي شو رايك بالغيه، الغيه اجمل ما يكون للطير، كترباية الطير، كاعتناء بطير، كمخ طير، كنظافه مخ طير، كقوه الطير، الغيه 100%، الغيه بتكسب بصراحه، الغيه بتكسب. تعرف ليش؟ بس انا عشان ما عندي جنون، انا شلت الجنون عشان تكونوا عارفين، بس جربت مع الجنون وجربت بدون الجنون، وهي نفس النظام بصراحه، نفس النظام. ليش؟ لاني انا جربت هيك وجربت هيك، بس بظل افضل شوي انه الطير ياخذ قل لحاله. ليش؟ الطير برتاح، والطير اذا برتاح بقن لحاله، تعال نسي مكانه. الغيه نظامه حلو جميل وجديد على الطير، الطير بحبها وبتعود عليها، على عكس الخشه طبعا بتعود عليها وبحبها وبصير قوي. بس خلينا نحكي احنا ناس، يعني خلينا نقارن مثلا بيت عادي، غرفتين، مطبخ، حمام، ركز معي، الفيلا، لو خيروك وين بتسكن؟ في الفيلا يلي ما عمركش مثلا سكنت فيها، او بتحب نظامها، او بتحب جوها ووضعها. هانا الفكرة، هذا الفرق بين السطح والغية. طبعا انا مميزها كمان، يعني عندنا اخواننا المصريين ما بيعملوا الترتان هذا الاخضر عليها، انا مميزها، يعني الطير هو مقطوع باخر الدنيا، شايف الكشة هديك؟ لو انه واعي وعارف هاي سطحه، تمام، او اول مره بيطلع بس كاشف هاي المنطقه، سلامتك ما شاء الله. شوفوا هالبربريسي كيف جميل، او هالبني الاسود كيف جميل. هسه انا في طيرين حاسهن نقزات مني، ركزوا معي فيهم، اثنين، البني حاسه مش مرتاح دائما على استعداد انه يفز، والنمر القراقطه بس يوم عن يوم خلاص. بعدين انت بدل ما تعطيتهم مجالهن، ما دام اعطيتهم مجالهن زي هيك خلص، اذا بده يفز ومش قوي الله معه. دول قاعدين بنقبوا كلس، خلنا نكرشهم كرشه يا اخوان، نشوف كيف الوضع. خلاص، ما هاد صار موعدهم، هسه بدك تثبت موعدهم، خلاص لازم يتعودوا انه بدك تطير، بدك تحط، بدك تقطع. بس اليوم مش حيقطعوا عشان تكونوا عارفين، اللي بيقطع، اللي حيقطع اللي حيكون مخه جامد شوي، اللي حيكون نشيط، اللي حيكون حاط بباله انه يدور، تمام. بس باقي ما باقي مش حيقطع، لو تعيت لها وزتت لها جاجة بتحط. ليش؟ بعدين بنحكي لكم، لانه في واحد قال لي حمامك بتنزل من العالي، ما هو طبيعي تنزل من العالي، حمام جديدة. تعي تعي وجعانة، شوف ما شاء الله. هاي بكرة، يعني كل يوم عن يوم تفرق معك، يوم عن يوم تفرق معك، يوم عن يوم تفرق معك، تلقاها ايش اختلفت امورها. تعي 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 تعي
تعي تعي شوف المزهور فرخ المزهور القواس الله انه زقرت ما شاء الله عليه صلاة النبي ما شاء الله شوف برادح فيها بقالب فيها مقالبة قاعد كمان صلاة النبي ما شاء الله شوف اللي بده يحط بتخليه يحط لسه قاعد الحمام تستكشف طلع فرخ المزهور يا قواد شوف زلمة ما شاء الله تحط طلع وين بتحط الحمام ركز معي وين بتحط تحط على الزاوية أأمن مكان إلها الزاوية ليش قريب على الفز بس قولها فز بتفز طلع في نوري قواد لابد أخوي الحياة الشيلين شو بتعمل ولا اطلع طلع النوري كيف لابد اطلع هذا يمكن أضبه شفتوا كيف أنا ليش بقولكم ليش بقولكم انه ممكن اضب اشي واطلع اشي عشان هذا الحكي يعني النوري ممكن ما يستجيبش معي ممكن ما يستجيب معي فبالحالة هاي خلاص بضبه هذا ما بيستجيب معي بضبه لان بدي اقوي انا بدي اقوي بديش طير غبي او بديش طير ضعيف عرفت كيف ما بدي طير ضعيف سقيري اكلنا هوا تعي هذا السقيري اللي بضيع الحمام حمام جديدة زي هيك يلقفها سقيري سلامتك تقعد تلف حوالينه بناكل هوا بنضيعها تعي تعي نوري فاز طاير هيو طبعا كان عندي نوري أسود تاني بعته كان عندي نوري أحمر تاني بعته يعني يا اخوان انا بقلب بالحمام يعني بجيب 10 طيور ببيع 5 مثلا او بجيب بدالهم او بقلب 5 ما بخلي ولا المفروض انا عندي بالغيه 200 طير هسه لو اني ما ببيعش اشي وبقلل ليش لانه يا اخوان الحلو فيه احلى منه يعني انا كان عندي نوري اسود جميل كنت شايفه حلو جبت واحد بداله خليت الحلو وبعت اللي اقل جماليه شوي رباش كفو عليك حط ايوه شطورين شوف هاي هي بدايه تقويه الحمام هاي هي البدايه النوري طلع وين نزل اطلع ايوه نور احمر مقرفل هذا معلمين قرفيلته ما شاء الله عليها مضبوبه بس جميل كنت مفكره طيره والله هي فحل حتى سبحانك يا ربي والله منيح اني استنيت عليه كنت ناوي ابيعه على اساس انه طيره واجا واحد ويعني دفع لي فيه مبلغ لانه الطير جميل جدا الطير نور الاحمر هذا جميل جدا يا اخوان سبحان الله طلع فحل هي والله كنت مفكره طيره بصراحه يعني هسه هدول الحمام يا اخوان بتركهم من نص ساعة لساعة على السطح اللي بده يفز يفز هسه انت ايش يعني بتنخلها من الاخر بتنخلها ممكن مثلا القرقاط النوري قرقطة قلت لكم عليه شوية هايب ممكن يفز يروح يفر الدنيا وما يعرفش يرجع ينصاد وينضرب ممكن يفر الدنيا ويرجع لي هذا خلص اموره 100% بس يطلع مرتين ثلاثة ويرجع اموره تمام خلص انساه البني الاسود او البربريس الاسود نفس الاشي حيطلع يلف الدنيا كلها يتهلفتين ثلاثة بعديها يرجع اذا رجع سلامتك خلص قعد فهذا اللي انا قاعد بحاول اني اوصله للحمام انه انت روحي اعملي شو ما بدك هسه روحي دوري عجبي اعملي شو ما تعملي ما عندي اي مشكلة المهم انك ترجع ممكن يضيع منها شيء طبعا لازم يضيع منها شيء اذا ما ضيعتش عمرك ما راح تتعلم عمرك ما راح تكون مربي حمام ما فيش حدا ربنا خلقه بربي حمام ما ضيعش اللي بقول لك ما عمريش ضيعت قول له بسلم عليك ابو يوسف بقول لك انت كذاب هيك على السريع قول له بسلم عليك ابو يوسف بقول لك انت كذاب فيش حدا ما بضيعش فيش حدا ما انصادلوش فيش حدا يعني خلينا نحكي ما فقدش حمام بدناش نحكي ما فقدش حمام الا ما تفقد سواء يقع من عندك على السطح سواء ينصاد لك سواء يفز وما يرجعش سواء ينضرب يعني هاي الشغلات وارده عند اي مربي حمام فانت لو ضاع لك طير تزعلش ولو انصاد لك طير لا تزعل الطير يلي مخه فاضي ما بلزمك ما بلزمك اقلع واحسن لك فاصدقائي هي هيك الشغلة بتمنى حبايبي يكون وصلتكم المعلومة بتمنى تكونوا استمتعتوا معنا بالفقرة هاي فقرة هاي جديدة حتكون ان شاء الله من يعني ان شاء الله حتكون يوميا بس انا ايش عشان انتوا عارفين عندي محتوى بصوره ثاني مش حقدر يعني احتمال اقعد مثلا يومين او ثلاث ما اصور الكوش هان ليش لانه قاعد بصور هناك عرفتوا علي كيف يعني احتمال ما اقدرش اصور هنا لاني قاعد بصور هناك فانت اعرف انا في الايام هاي اللي ما بصور هناك بكون هاي الحمام طالعه اصلا
وممكن اصور لكم اياها اصلا بالفيديو انه هي هاي الحمام هي حبست هاي وبدي اطلع هديك او حبست هديك وبدي اطلع هاي وهيك يعني، بس انه كل يوم اقدر اصور لكم هان صعب عشان تكونوا عارفين. يعطيكم العافيه ونشوفكم اخير.